العربي لحرية الإعلام إنه تلقى ببالغ القلق المعلومات الواردة من داخل سجن ليمان طرا حول تدهور الحالة الصحية للصحفي المصري أحمد عبد العزيز وامتناع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة له. وحمل المرصد في بيان له السلطات الأمنية المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي أحمد عبد العزيز، مؤكدا أن استمرار حبسه وعدم تقديم العلاج له أو الاستشارة الطبية هو حالة قتل بطيء مع سبق الإصرار. يذكر أن الصحفي أحمد عبد العزيز يعاني آلاما في كليتيه مع وجود حصوات يزداد حجمها يوما بعد الآخر، ما استدعى نقله لمستشفى السجن. وأكد الطبيب أنه بحاجة إلى عدة جراحات عاجلة، وهو ما لم يتم حسب بيان المرصد. انضم إلينا عبر سكابنا القراءة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد منير. أستاذ محمد منير، أرحب بك. يعني حالة أحمد عبد العزيز يعني تزداد بؤسا بسبب عدم توفير الرعاية الطبية له، يعني ما هي آخر الأخبار حول أحمد عبد العزيز؟ والله شوف حضرتك، يعني هو لا يجب إن احنا نعيد أساسا يكون في المعتقل، يعني من أصل، يعني لا هو ولا غيره من الزملاء المحبوسين أو من غير الزملاء الصحفيين الذين حبسوا بسبب رأيهم أو خلافهم مع الدولة بصفة عامة. وبصفة خاصة يعني أنا مندهش من حبس الزميل أحمد عبد العزيز. هو شخص يتميز بعلاقات دامسة جدا بالجماعة الصحفية بكل اتجاهاتها، يعني مش قضية ده اتجاه ولا إخوان ولا يسار ولا ده راجل كان يعني شايل عبء متابعة الزملاء المعتقلين أيا كان اتجاههم بسبب قضايا الرأي. حتى ده ما عجبش بالنظام، يعني مش عاوزين حتى كمان حد يراعي زمايله، يعني حقوق الزمالة. أحمد عبد العزيز محبوس عليه قضية حقوق زمالة مش أكتر من كده. فيعني ده شيء غريب جدا، وبناء عليه انا مش يعني اتوقع اكثر من كده من نظام لا يطيق حتى ان تكون مش ضده، ان تكون لست معه. فاتوقع ان هو لن يهتم بصحه حد، بل على عكس انا اعتقد ان النظام وصل الى درجه من الاجرام انه سيتعمد هذا القتل البطيء للمعتقلين احمد عبد العزيز او غير احمد عبد العزيز. أستاذ محمد منير، كان دائما الحديث عندما يتم الحديث مع أحد المتحدثين من القاهرة عن أن هناك صحفيين مسجونين يعني ظلما وبدون قضية وبدون وجه اتهام، يتم الحديث أنهم من الإخوان أو أنه لديهم أفكار، لكن أحمد عبد العزيز يعني كان ضمن وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين فيما يخص نقل الإدارة الأمريكية لسفارتها للقدس، يعني وبالتالي يعني هل هذا يعني يستحق أو يجعل حالة أحمد عبد العزيز تذهب إلى حالة صعبة في السجن بهذا الشكل، أم يتم الإفراج عنه؟ شوف حضرتك، قضية التيران والصنافير قضية لها بعد خاص عند الشعب المصري من زاوية وعند النظام من زاوية تانية. هو يعني هو بعد خاص عند النظام أنه بيكفل النظام أن يكون حارسا لمصالح من يحمونه من الخارج، أما الشعب المصري فيجد أنه تفريط في الأرض. أحمد عبد العزيز كان زيه زي معظم الصحفيين اللي كانوا لا يستطيعون أن يطيقوا ألا يحتجوا على التفريط في الأرض. ولكن أنا بس عاوز أقول لحضرتك معلومة، أحمد عبد العزيز كان أمر القبض عليه معد من قبل مظاهر التيران والصنافير، وللأسف هذا باعتراف سكرتير عام نقابة الصحفيين الذي كان يعلم هذه المعلومة ولم يقم بدوره لا في حمايته ولا حتى في اختاره عشان ياخد باله. قال احنا كنا عارفين انه كان هيتم عليه قبلها بكام يوم. طبعا ده كلام يعني، فانا قلت حضرتك طبعا مناسبه التيران والصنافير اتقبض فيها على احمد عبد العزيز وحسام السيوني في واخرهم كانت مناسبه، احنا فاهمين كويس جدا حرص الحكومه او قلق الحكومه من هذا الموضوع. لكن احمد زي ما قلت حضرتك مقبوض عليه بتهمه احترام الزمانه ومراعاه الزمانه. نعم استاذ محمد منير، ارجو ان تبقى معي. مشاهدينا المسائيه مستمره، وبعد الفاصل نتابع